السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا فورتنايت نزلت هذا الاكس بشكل مجاني عن طريق انك تلعب فورتنايت داخل منصة امازون لونا. طيب انا واجهتني مشاكل بهاي الطريقة، فالان بوريكم شو صار معي. قبل البداية لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب YZYDD. ليتس جو. منصة امازون لونا تابعة لامازون، هاي منصة العاب سحابية زي جي فورس ناو وغيرها، فانت مطلوب منك انك تفتح المنصة وتربط حسابك الايبك في المنصة مثلا وتفوت على حسابك فورتنايت من هاي المنصة، وعلى طول بيعطوك هذا الاكس بشكل مجاني. اولا المنصة متوفرة بس للناس اللي بامريكا وكندا والمانيا تقريبا، يعني بلاد عربية غير متوفرة. فانا قلت يلا يا زيد في بي ان، فتحت على كروم ويب ستور، كتبت في بي ان فري او فري في بي ان، اول واحد حسيته كويس قلنا بننزله على اساس انه نحول الفي بي ان عندنا لامريكا والمانيا. عملنا اضف، بعدين تعمل اد اكستنشن، يبلش ينزل عندك تحت، تطلع صورته فوق، بتكبس اكس وبتكبس على هاي العلامه، بتعمل له تثبيت بن، صار عندنا فوق، كبسنا عليه، بدنا نحول الان في بي ان الى امريكا على اساس انه الموقع يفتح. فعليا الموقع بس حولت فتح معي كأني امريكي، بس في مشاكل ثانية واجهتني، فما دام الوقت صار عد يعني انت شبكت على في بي ان امريكا. ففتحت متصفح متخفي وكبست امازون لونا، فتنا على الموقع تاعهم، طبعا الموقع بكون حاطه بالوصف بس ما بعرف اذا رح تستفيدوا منه، مكتوب بلاي فري وذ برايم، انه عن فورتنايت تلعبها مجانا، بيحكي لك سجل دخول بحسابك الامازون او اعمل حساب، فاحنا بنعمل حساب، بعدين بفتح عندنا الموقع بالشكل التالي، الان بكتب بلاي وذ لونا 7 ايام مجانية. هاي بدنا اياها 7 ايام مجانية. اذا عملت كونفيرم برجعك هون، بيقول لك في مشكلة بطريقة الدفع، لازم تضيف الفيزا. قلت مش مشكلة بنضيف الفيزا حتى لو 7 ايام مجانية، قبل ما تنتهي 7 ايام بنلغي الاشتراك، بنكون جايبين الاكس ما بخصم منه ولا فلس. فبتكبس على اد برشيس، ما شفتوها؟ هذه هي اد برشيس، بتحط معلومات الفيزا او بتحط معلومات سكنك، عفوا اسمك، الولاية، المنطقة، بتحط معلوماتك العربية، يعني كنت بسعودية، بالأردن، بسوريا، بالكويت، بتحط معلوماتك الصح، يعني مو الصح، معلومات بلدك بشكل عام، مو شرط مكان بيتك بالتحديد يعني. وما بتقدر تحط معلومات أمريكية لأنه بالنهاية أنت راح تحط فيزا، والفيزا تاعتك راح تكون عربية، سواء سعودية، كويتية، أردنية، فلما تحط الفيزا كل شيء بينكشف. وين هذه؟ آد كريدت، تضيف بطاقتك الفيزا أو الميستر كارد، تحط آد يور كارد يوز ذس أدرس، بعدين نعمل كونتينيو، حفظوا الفيزا. الان احنا كشفنا حالنا انه احنا مش امريكيين، احنا بالاردن او بالسعوديه وكذا، يعني احنا عربيين. كونفيرم، انا كيفت قلت يلا وافقوا، قال لي سوري، معناته انه العمليه فشلت. بقول لي اتس لوك لايك يور كونتري از جو، يبدو انك بالاردن، يعني عرفوا انه انا حتى لو محول في بي ان انا مش بامريكا. اللي بتكشفك لي الفيزا، فابدا ما اتوقع في حل. في حل واحد لكن مخالف ومستحيل انزله بالقناه لاني راح ابلع استرايك، اللي هو انك تستخدم فيز وهميه، تجيب فيز امريكيه وهميه وتستخدمها وبتسوي حسابك فيها وبتمشي الامور، لانه راح تاخذ 7 ايام مجانيه وخلص تاخذ الاكس. فانا من ناحيتي مستحيل اشرح هذا الشيء بالقناه لاني اكلت استرايكات كثير عليها، فاذا انتم فاهمين شو قصدي حاولوا اعملوا هذا بتعرفوا كيف يعني، وبس هاي الطريقه انك تستخدم فيز وهميه. فعموما انا حاولت اوصلكم الفكره، الباقي عندكم. طيب بما انه طريقتنا باءت بالفشل لاول مره انزل اشي ما ينجح معي، وبقدر اخليه ينجح غصب بس بضر حالي وبضر القناه، فانتوا فاهمين علي. طيب بكره ان شاء الله راح يكون في تحديث الصيف، راح يكون تحديث ضخم، راح تنزل سكنات في الايتم شوب، سكنات الصيف، وراح يكون في جوائز مجانيه وتحديات، يعني بكره راح يكون في مقطع ضروري، ممكن اسوي بث، واذا ما عملت بث بسوي مقطع عن تحديات الصيف وكيف تفتح الجوائز بشكل مجاني. فبس شباب، نهايه مقطع، اذا حبيت تدعموا القناه لا تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب YZYDD. مع السلامه. We'll be right back.